طول الكمال تمام؟ زي ما تفضلت حضرتك، بدي مثلا اسالك، انا ما فهمت هالشغل، معلم هناك واجب وانا مش فاهمه ايش هو يعني، او اي درس يعني عامل مثلا واجب السؤال الاول تمام؟ طب السؤال الاول من اي درس؟ بدي اسال انا كولي امل. هلا في عندنا مراسلات بتمكن ولي الامر من انه يتراسل مع المعلم من دون اظهار رقم معلم، لانه يعني المعلم عاده بكره انه حدا يقدر يوصل لرقمه. بجننه عم جروح يبدا. الان اللي بصير انه انا ولي امر بعت مراسله للمعلم تمام؟ المعلم فتح ما فتحها ما ببين عندك ولي امر انه عمل سين ولا ما عمل سين، لكن انا كمعلم بشوف هذا الشيء. خصوصيه بالكويس 100%. الان المراسلات مثلا في امكانيه ثواني افرجيكم الان انا كاداره تمام بدي ابعث مثلا لجميع الطلاب رساله جماعيه بحدد القسم اللي بدي ابعث له مثلا صور واضحه بحدد مثلا الاقسام اللي بدي ابعث لها كلها بدل ما اجي احدد 50 واحد او احدد الكل لا يجوز لازم اعرض 50 انك تبعث مباشر بس بحط الاقسام بدي اياهم ببعث ممكن بدي اعمل اجتماع معلمين بحدد القسم وببعث الرساله الان في كمان ميزه بهالجزئيه اللي هي جزئيه السجل المالي ما بكتب تيجي المدير المالي عشان تفتح الموضوع المالي لا لا هي مش جزئيه كبيره يعني هي شفت الورق اللي بتعطوها للطلاب عليها المستحقات مستحقات واقساط بالضبط هي هاي هي هاي ممكن وديها اشعارات لها بالضبط عشان ما تحجج اشعارات مش نظام مالي طيب الاشعارات ممكن نحدد لها دائما مثلا كل شهر يروح اخر شهر اشعار اذا كان عليها يصير ممكن يعمل شيء زي كذا حسب التاريخ حالي ممكن نعم مش صعب بس تعطي سكجول انت يعيد الرساله نفسها بالشغله حسب توريث هيك من التذكير انا كمدير مالي نسيت اوديه الاشعار هو عليه رصيد نعم تبدينا الملاحظة عارفك انا مثلا كمدير مالي مش كل شهر حطلع من اللي عليه رصيد من الابلكيشن مبين انه قديش عليه رصيد كل شهر